يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. كل التحيه في بدايه حلقه النهارده من السادسه لكل الاهلاويه. فرصه تقدر تقول عليها فرصه عظيمه لالتقاط الانفاس، الاجنده الدوليه او التوقف الدولي، المنتخب الاول طبعا وتصفيات افريقيا، مواجهتين مهمين مع ملاوي 24 و28، وطبعا منتخبنا الاولمبي تصفيات افريقيا المؤهله طبعا لبطوله افريقيا اللي هتستضيفها المغرب. وطبعا اهميتها طبعا انه الثلاث منتخبات الاوائل هيتاهلوا مباشره لبطوله اولمبياد باريس، فبالتالي نتمنى التوفيق طبعا للمنتخبين سواء الاول او الاولمبي. ولكنها فرصه كمان بالنسبه لينا كاهلي نرتاح شويه، الايقاع يهدى شويه، لان الحقيقه الايقاع كان على اشده في الشهرين او الشهر ونص اللي فاتوا. مجموعه كبيره جدا من المباريات الثقيله، مجموعه كبيره جدا من اللقاءات المهمه وعلى مستوى عالمي ودولي، فبالتالي كنت محتاج الحقيقه تاخد البريك ده. صحيح عندك كتير من اللعيبه الدوليين سواء المحترفين الاجانب او المحترفين المصريين على قوائم المنتخبات الدوليه، معلول، ديانج، بيرسيتاو، تونس، مالي، جنوب افريقيا على التوالي كده، وطبعا محترفينا في المنتخب المصري سواء الاول او الاولمبي. لكن اعتقد انه الجهاز الفني على الاقل هياخد فرصه كويسه جدا للتحضير لماتش الهلال السوداني، لا اتوقع طبعا انه يكون يوم واحد، لانه 31 التاريخ اللي كان معلن قبل كده صعب صعب صعب، واحد من علامات الاستفهام اللي تاكد لك دايما على انه في تضارب. ازاي الاتحاد الافريقي المسؤول عن تصفيات افريقيا والمسؤول عن دوري الابطال يحط مواعيد بالشكل ده؟ شيء مش مقبول ولا منطقي ولا معقول على الاطلاق.